السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من برج منايل أحييكم في هذه الأمسية ذكرى اندلاع الحراك السلمي الحضاري المبارك، ولألخصه في هذه الأبيات الشعرية. دار علينا الحال حركة غربل بفضل الإله كاشف النية، خير الكلام ما قل ودل، تقرير المصير ما هو بمزية. نظامها بيعيش أكثر من الآجل رافض الدولة المدنية، بالصورة والصوت تاريخ تسجل شاهد العالم على السلمية، فكت قيود شعب كان مكبل عبيد رافضين الحرية. شباب شيوخ والحراير تولول، أبشر يا شهيد حاجتك مقضية، وكل خاين للشعب ينذل أرض بدم الشهداء مسقية. رئاسيات كرسة الفشل، ومحل المفروض يكسب شرعية، يبقى للصفة من تحل وجهها القوة خفية، منتهي صلاحية مستعملة.